برج الجوزاء. الجوزائية اللي لسه مرتبطوش، لسه ما اتجوزوش، في اتمام زواج، ده خصوبة، دي ملكة الخصوبة. اللي اتجوزوا بإذن الله في مولود، اللي عملوا كل ده ومش متوقعين يعني إنجاب دلوقتي، فهم في حالة حب يعني كده هيمنين، اللي هو الحب زي حب الأم كده، فاهمين قصدي؟ حب قوي جدا جدا، وبرضه حب غير مشروط. كوين اوف كابس، بس انت دلوقتي يا جوزاء عقلت ونضجت فكريا وعاطفيا، وبقيت بتفكر بعقلك حتى في الحاجات اللي تخص العاطفة، بقيت حذر وبقيت مركز، يعني انت مركز كويس قوي، بتاخد قراراتك بعقلك مش بقلبك، دي حاجة هايلة جدا وانا اؤيد. جايلك خبر حلو ان شاء الله، ده خبر حلو واحتمال يكون في سفر. المجموعة التانية احتمال يكون في سفر، في كمان علو شأن هنا، هتنعلى درجة، في علو درجة، الناس اللي بتشتغل احتمال تكون ترقية او انجاز، هتعمل انجاز، اللي هو الناس اللي معاك يعني ووو ايه ده وبتاع. خلي بالك بس، هو الحمد لله ما طلعليش عينين هنا ولا حسد ولا حاجة، بس برضو نخلي بالنا من الحسد. الناس مبسوطة بيك ومبهورة بيك والحاجة اللي انت عملتها دي، بس طبعا ما بيجيش بالسهل، ده بيجي بمشقة، عندك مشقة وعندك مسؤوليات ومتاعب كتير مش قادر حتى ترفعها من على الأرض. نصيحة الكارت ده يا جوزاء، من فضلك شيل على قدك عشان تعرف تكمل، شيل على قدك، علشان ضغط 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 هتلاقي نفسك وقعت وما كملتش حاجة وانت داخل على حاجات مهمة. في شوية المشاكل دي ممكن يكون معاها مشاكل على مسؤوليات كله على بعضه، هتديها طهرك وتمشي. باي باي. اللي عايز يتخانق يتخانق، اللي عايز يزعل يزعل، اللي عايز يعمل اي حاجة يعملها، انت اديت ظهرك ومشيت، وده خير ما عملت الصراحة، ضيعش وقتك، عشان في نجاح مستنيك يا جوزاء، في نجاح، عندك اكتمال دائرة تاني، ده غير ده على فكرة، خلي بالكم، ده علو الشأن والترقية أو العظمة اللي انت فيها دي دلوقتي، دي حاجة، والنجاح ده شيء تاني، دي حاجة ودي حاجة. شهر حلو قوي ما شاء الله عليك، ابعد بقى، سيبك من المشاكل والحاجات اللي بتحصل عليك دي. وكمان الكارت ده بيدل على حاجة، انك انت من ضمن مسؤولياتك في ناس معتمدة عليك، انت انك انت اللي تعديهم لبر الامان، تعدي منهم من المحنة او من عنق الزجاجة زي ما بيقولوا، من المشاكل لبر الامان، هم معتمدين عليك انت، دي مسؤولية كبيرة يا جوزاء. خلي بالك، وانت انا متأكدة ان انت قد الشيلة دي. من ضمن النجاحات او يمكن الخبر الحلو ده، دي فلوس جاية من شخص كبير، يعني بسم الله ما شاء الله، ترقية ومعاها مكافأة، في مكافأة جاية أو فلوس من حد كبير، يعني البنوتة جوزها هيديها، باباها هيديها فلوس، حد كبير، حد الراعي بتاعها، الراعي المسؤول عنها هيديها فلوس، نفس حكاية للولد، مامتك باباك هيدولك فلوس، هتاخد مكافأة في شغلك، الناس اللي عندها ورث، الناس الكبار حتى لو ربنا يعني افتكرهم، ربنا يرحم موتنا كلهم إن شاء الله، الورث يعني يجي دلوقتي. هنا بقى الناس السناجل اللي مش في علاقة، Page of Cups، دي علاقة جديدة، أيوان دي علاقة جديدة، وهقول لكم ايه كمان، لا هي علاقة جديدة، او ممكن يكون الناس اللي جوه علاقة بالفعل علاقتهم زي ما تكون جديدة، حاسين بمشاعر جديدة تجاه بعض، المشاعر متجددة، فاهمين قصدي؟ بس بالنسبة للسناجل ده شخص جديد ودي علاقة جديدة. انت الحالة الترقية والاحتفال اللي انت فيه ده هتكسبك قوة يا جوزاء، هتبقى ليدر، هتبقى قيادي، قيادة، عندك قيادة ما شاء الله، علو شأن وقيادة ما شاء الله، أنا ما شفتش قراية بالحلاوة دي
اكتر بقى هو ده بس اللي مزعلني، ان في بس الشيله تقيله عليك دي، بس الحاجه اللي انا شايفاها سلبيه في القرايه. غير كده حمل او زواج او ارتباط رسمي بالشريك، او لو لا ده ولا ده فهو العلاقه حلوه قوي. بقينا بنفكر بعقلنا، هو ما شاء الله خبر حلو، فلوس من شخص كبير، ترقيه او علو شأن، قياده، حب جديد. انا ما شفتش حاجه حلوه كده. ونعدي لبر الامان ونسيب المشاكل كل اللي ورانا ده، نديها ظهرنا ونعدي بقى الناحيه الثانيه. ونجاح طبعا، بسم الله ما شاء الله، اكتمال دائره. وافتكر ده اللي هيسبب الترقيه بتاعتك. برافو برافو يا جوزاء. بالنسبه بس للحمول الثقيله دي، علشان ان شاء الله توصل للي بيحصل ده باذن الله يا رب، شيل على قدك عشان تعرف تكمل. يعني الحاجة اللي تقدر تديها لحد تاني يعملها بدالك، ادي تاسكات. يعني مثلا الزوجة او الزوج، لو هي مثلا الحاجات دي للزوجة، ادي لجوزك شوية حاجات يعملها، ما يجراش حاجة. ادي لمامتك، ادي لحماتك، ادي لاصحابك، حد هاتي حد يساعدك عشان تعرفي تركزي في الهدف اللي انت رايحه له، او اللي انت رايح له طبعا ان شاء الله. يعني يا ولاد المحظوظة، قراية حلوة جدا جدا. بنت دلو، دي قراءة الدلو يا محمد، إن شاء الله هنقراها قريب قوي. أحمد بعد إذنك تختار حد من لايف امبارح أو أول امبارح عشان نعمل له قراءة خاصة، ويا ريت لو تعرف تتواصل معاه أو معاها تكون معانا في اللايف. هقول الجدي قريب جدا حبيبتي. صح، أنا جوزي جوزاء. الحمد لله يا مها، ميرسي يا حبيبتي على الفيدباك قوي. بنت دلو حاضر والله يا محمد، يوم برج الدلو هتسمع كل حاجة. اوكي حلو جدا فعلا يا حنان، الحمد لله قرايتكو يعني زي الفل زي الفل. سكوربيو، افتكر ما قلناش سكوربيو لسه، شوف كده باذن الله يا سماح، ان شاء الله ربنا يبعت لكم الخير. اديتيني امل في اللي جاي بعد ربنا. طبعا يا شوشه، رب ونعمه بالله يا ربنا يبعت لك الخير يا رب. لا لسه ما قلناش العقرب اللي كان بيسال على سكوربيو، لسه ما اتقالش، ان شاء الله قريب جدا. طيب ايتو، معلش ممكن حد يشرح لي ايتو يعني ايه مجموعه اولى ومجموعه تانية عشان تعبت. معلش. اوكي تمام، تحياتي ليكي. انا جوزاء شاعر ولكن حظي سيء، عملت الديوان ولم ينجح، بجهز للديوان الجديد وخايف من الفشل. عادل، حاول بس انك انت الفشل طبعا ده انك فشلت في حاجة، ده انت نجحت في حاجة، انت اكتسبت خبرة في حاجة. حاول تصلح اخطائك اللي كانت في الديوان الاولاني، ان شاء الله التاني هيكون احسن. ممكن ما ينجحش برضه، بس اللي بعديه هينجح. فاهم قصدي؟ ما افضل حاول لغاية لما توصل للي انت عايزه. ما فيش حاجة اسمها فشلت في حاجة فانت خسرت، الفشل في نفس في حد ذاته مكسب. بشكرك يا سارة. المجموعة التانية من واحد، هقول تاني حاضر، المجموعة التانية من كام لكام؟ يخرب بيت مخي في التواريخ ضايع خالص. من 1 لحد 20 يونيو. حبيبتي ياسمين تسلميلي، انت اللي جميلة يا سامية. والله يا ريم الله اعلم حبيبتي، القراءة طبعا ليها تحتمل الصواب والخطأ، مش شرط انها تنطبق على الناس كلها، بس انا بجد بشوف الناس حتى بتكتب انه 90% من الآية فعلا بتتحقق. عموما دايما نتمنى الخير ان شاء الله نلاقيه، بس بإذن الله شيلة تقيلة فعلا. شكرا انك اديتيني امل حبيبتي يا نوليا. بصي انا اول مرة اسمعك واول مرة في حياتي اقول لحد برافو، انت يا جميلة تسلمي لي يا نرمين، منوراني ومنورتي اللايف. وبليز اعملي بقى طالما عجبك فولو عشان تشوفي اللايفز اللي جاية كلها وتشوفي البوستات وكل حاجة. قرايتك حلوة يا مؤيد، صح مؤيد منورني يا مؤيد، اهلا بيك من لندن. اوكي طيب خلينا نشوف المجموعة التانية بقى كده، الحالة العاطفية بتاعتها
تمام احمد، لو وصلت لها وهي موجوده معانا بلغها عن قرايتها ان شاء الله بعد القراءه على طول. بعد اذنك، ميرسي جدا. الله يشريك، هو اللي ظلم نفسه. خير، روقوا كده يا جماعه، روقوا. بالنسبه لموضوع الشريك ده، يعني حاولوا تكبروا دماغكم شويه، كله يكبر دماغه. الجوزاء في هذه المرحلة بالنسبة للشريك، في الحالة المادية هي أكتر سيطرة عليه وعلى شريكه. يا ساتر يا رب. طيب خير، الجوزاء عايز ايه؟ الجوزاء عايز رزق من حيث لا يحتسب، قاعد بيدعي ربنا يوسع رزقه، عايز رزق اكتر، دي اكتر حاجة مسيطرة عليه. نفسه الحالة المادية بتاعته تتطور، يعني الاتنين بيردوا على بعض. خلينا نزود كارت كمان. نفسه في موت شيء، في شيء في حياته خانقه دلوقتي، او حاسس ان هو اللي عامل له العقبة، نفسه يموت ويحل محله شيء تاني، لان الكارتين الصراحة نفس المعنى، ان هو عايز حالة مادية أحسن في الكارتين. أنا زودت كارت زيادة علشان نشوف إيه اللي ممكن يكون عايزه، فهو واضح إن في حاجة عاملة له بلوك، سد طريقه، سد رؤيته يمكن، معرفش، لكن نفسه غمة دي تنزح. بس ده ما يخصش العلاقة في شيء. شايف شريكه إزاي؟ شايفه the lover، الحبيب، حبيب، ارتباط قوي جدا، ارتباطكم ما شاء الله، يعني اتنين دول المفروض يعني على الكروت دول ادم وحواء، يعني ادم وحواء وملاك قدامهم، فالشمس طالعه وحاجه علاقه بسم الله ما شاء الله، فعلا زي ما بيقول الكتاب، يعني حاجه تحفه ما شاء الله. شريكك بيشاركك نفس امانيك يا جوزاء، عايز خير من عند ربنا كده يتبعت، طاقة جديدة برضو علشان الدنيا تفتح، يمكن الدنيا مقفلة عندكم شوية دلوقتي انتوا ككابل. هنزود برضو كارت لان الكارتين نفس الحكاية، الاتنين وانز، بصوا الاتنين وانز، عصيان، عصيان خير، يعني عايز خير، نفسه في مرحلة جديدة، عايز مرحلة جديدة، عايز بداية جديدة. لو الدنيا فعلا مقفلة عندكم كده، والله بجد انا اسفة ان انا بقول لكم كده، بس بإذن الله هتتحسن بإذن الله. شايفك ازاي؟ شايفك احتفال، شايفك فرح، شايفك بصوا الشمس كانت اصفر، انا كروت الصفرة دي يعني طاقة حلوة جدا، احتفال، بيحتفل معاك، انت فرحته، انت بتمثله الفرحة. الطاقة ما بينكم بقى، معرفش، انا شايفة انكم انتوا مظلومين، انتوا الاتنين، مش حد ظالم التاني، لا لا لا، انتوا الاتنين مظلومين، في ظلم، في ظلم واقع عليكم انتوا الاثنين. طيب بيحصل ايه بقى؟ مش عايزه حد يخاف بليز، واعتبروا ان احنا بنلعب، ده لعب ماشي. انتوا الفتره اللي جايه هتسيطروا على شيء، في حاجه يعني قويه جدا في حياتكم، او شخص مسيطر على حياتكم، شخص قوي جدا جدا، انتوا هتعرفوا ازاي تسيطروا عليه وتروضوه وتكسبوه لصالحكم. في مشاعر جديده او مولود جديد للناس اللي متجوزين مولود جديد. لو انتوا دول الناس دول في خطوبه لسه مخطوبين، ده اتمام زواج. لا ده ولا ده مشاعر جديده. بس الله اعلم، يا رب اكون غلطانه. في حزن والم بعدها بشويه. بعدها بشويه على طول هتحسوا بحزن او الم. ده شيء متوقع، يعني هو كده، هو الكيرف طالع نازل طالع نازل. دلوقتي مشاعر حلوه او احتفال بمولود او حاجه، بس بعدها في بس حاجه هتسبب لكم شويه الم، بس ان شاء الله تكون حاجه بسيطه باذن الله. علاقتكم قويه جدا. المجموعه الثانيه للجوزاء زي ما قلنا علاقه ارتباط، هو انت الجوزاء شايف شريكه حب حقيقي، ارتباط حقيقي. واضح ان الحاله الماديه فعلا عند الجوزاء تعبانه شويه. لا المجموعه الثانيه كان فيها تحسن في الحاله الماديه ان شاء الله، افتكر صح؟
لا ما كانش فيها تحسن حالة مادية، بس كان فيها نجاح، فيها نجاح، فيها تطور. وشريكك شايفك فرح، انت بالنسبه له الفرح، انت بتمده بطاقته الايجابيه، بتمده بسعادته، انت بالنسبه له السعاده. حاجه هايله هايله هايله. لو الطاقه دلوقتي يا جماعه انت وشريكك حاسين ان في ظلم واقع عليكم، او انه انتوا ما اخدتوش حقكم من الحياه، يعني ان شاء الله تتغير، الطاقات دي كلها بتتغير. بس ده اللي انتوا حاسين بيه دلوقتي، اتمنى يا رب ان شاء الله ان بعد العسر يسرا ان شاء الله. بس العلاقه العاطفيه هايله هايله ما شاء الله.